تحديدا المستشفيات الخاصة بالأورام السرطانية اللي هي ممكن تكون مهمة جدا وقليلة في العراق، بالتالي الاهتمام بهذا الجانب مهم اللي سلطت الضوء على أنه تقوم بتهيئة مكانات خاصة، وتحديدا كان هناك مؤسسة وقعت مؤسسة وارث الدولية لعلاج الأورام التابعة للعتبة الحسينية المقدسة، بالتأكيد هذه المؤسسة معروفة بعلاج الأورام، ولكن الملفت في هذا الموضوع والمهم أنه وقعت اتفاقية مع جامعة ليفربول البريطانية للكشف المبكر عن سرطان الرئة، والذي بدأت نسب الإصابة به تتزايد يوما بعد آخر، والعتبة الحسينية تبنت هذا المشروع سعيا منها للحد من هذا المرض والتخلص منه في المستقبل. تفاصيل كثيرة عن هذه الاتفاقية وأهدافها وأهميتها راح نطالعها إن شاء الله مع زميلنا ليث الخفاجي. السلام عليكم وأسعد الله صباحكم بكل خير. صباح الخير والعافية زميلنا ليث. نعم أسعد الله صباحكم وصباح مشاهدي قناة كربلاء الفضائية أينما كانوا. أهلا ومرحبا. إذن ليث، خلينا نعرف أكثر حول تفاصيل هذا التعاقد الذي أبرمته مؤسسة وارث للأورام السرطانية مع جامعة ليفربول. نعم زميلتي، قبل أيام وقعت مؤسسة وارث الدولية لعلاج الأورام، هذه أحدى المؤسسات الصحية في العتبة الحسينية المقدسة، اتفاقية تعاون مع جامعة ليفربول في بريطانيا حول الكشف المبكر لسرطان الرئة الذي شهد تصاعد في نسب الإصابات في السنوات الأخيرة، وللحد من هذه الخطورة وقعت مؤسسة وارث هذه الاتفاقية مع جهات مختصة وعلمية رصينة، وصلت إلى مرحلة حديثة في الكشف المبكر لهذا المرض. حقيقة هي هذه المؤسسة هي مؤسسة كما ذكرتي في المقدمة حديثك عن هذه المؤسسة، هي مؤسسة ليست ربحية بقدر ما هي تصب في خدمة المواطن العراقي. اليوم العتبة الحسينية المقدسة من خلال هذه المؤسسة وفرت الكوادر الطبية المتخصصة، وفرت الأجهزة الحديثة لتقديم هذه الخدمة للمواطنين والمرضى المراجعين من مختلف شرائح المجتمع. ناهيك عن كمية المبادرات التي تطلقها العتبة الحسينية المقدسة بين الحين والآخر لشريحة الأيتام وشريحة المتعففين لتقديم الخدمة والعلاج مجانا أو مدفوعة الكلفة من قبل العتبة الحسينية، كل هذه الأعمال وكل هذه الأمور الخيرة هي لخدمة الصالح العام وخدمة المؤسسات الصحية. بالتأكيد دائما سماحة الشيخ يركز على قضية أنه مؤسساتنا الصحية هي مؤسسات ساندة إلى المؤسسات الصحية الحكومية، بالتالي الغاية واحدة وهي خدمة المواطنين حتى لا يتسنى للمواطن الفحص وإجراء التحاليل المختبرية والفحوصات المبكرة في العراق وعدم تجشم عناء السفر خارج البلاد طلب هذه الخدمة. نعم راح نتحدث بتفاصيل هذه الاتفاقية مع ضيفي لهذا اليوم الدكتور فواز، رئيس قسم الأورام في مستشفى في مؤسسة وارث الدولية لعلاج. نعم دكتور فواز، بداية مرحبا بك معنا في شاشة قناة كربلائية وصبحكم الله بالخير. بالبداية دكتور، نتحدث عن تفاصيل الاتفاقية مع جامعة ليفربول، تفضل. السلام عليكم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة جزء من أهداف مؤسسة وارث بالإضافة إلى تقديم الخدمات الصحية هو العمل الأكاديمي والعمل البحثي، فكان هذا هناك تعاقد مع جامعة ليفربول في موضوع جدا مهم، هو موضوع الكشف المبكر عن سرطان الرئة. الجميع يعرف أنه سرطان الرئة من السرطانات الشائعة في العالم وفي العراق أيضا، حيث يحتل من المراتب الأولى، المرتبة الأولى في الذكور والمرتبة الثانية في الإناث بعد سرطان الثدي. أغلب الحالات في سرطان الرئة هي يعني تكون تشخص متأخرا، يعني يكون المرض واصل إلى مراحل متقدمة، مرحلة ثالثة أو مرحلة رابعة. طبعا نتوقع أنه بهيش مراحل يكون الفائدة من العلاج يعني هي مجرد إطالة عمر المريض أكثر من ما هي تكون عملية شفاء. فكرة المشروع اللي دخلت بمؤسسة وارث مع جامعة ليفربول هي مشروع العراق لرئة صحية. بدأ التعاقد مع جامعة ليفربول في شهر 10 2023، وبدأ المشروع بشكل استشارات لتأسيس بنى تحتية في مستشفى وارث. الفكرة منها أنه أولا الكشف المبكر عن سرطان الرئة، والهدف الثاني هو بناء
موديل أو نموذج أو طراز تنبؤي يستطيع أن يتنبأ بحدوث سرطان الرئة في المواطن العراقي قبل حدوث المرض. هاي النقطة جدا جدا مهمة. ليش؟ لأنه راح تتيح إلى الناس أنه نقدر نحدد ما مدى خطورة الشخص باحتمالية إصابته بالسرطان، وبالتالي متابعته مبكرا وكشف المرض في مراحله الأولى، وبالتالي منح المريض منح المواطن فرصة للشفاء أكثر من ما هي تكون فرصة لعلاج تلطيفي أو علاج إطالة عمر لفترة محددة. دكتور، هل عفوا ماضين في هذه الاتفاقية، وهل وصلت يعني مرحلة في الإنجاز مستمرين في هذه الاتفاقية، صارت في التفاصيل أخرى؟ أكيد أكيد عزيزي، الاتفاقية هي تم توقيعها بشهر 10 2023، وبدأ العمل، وحاليا بدأنا بالمرحلة الأولى اللي هي مرحلة الكشف المبكر. المرحلة الثانية اللي هي بناء الطراز التنبؤية، وهذا يتطلب فترة طويلة الأمد قد تمتد إلى مدة 5 سنوات، فلذلك نتوقع أنه هاي الاتفاقية سوف تمتد لفترة ليست أقل من 5 سنوات. دكتور عفوا 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 دكتور، يعني اليوم احنا اهداف المؤسسة ورؤية المؤسسة من خلال توقيع هكذا اتفاقيات مع جامعات عالمية، رؤية المؤسسة باعتبار أنه وارث هي ليست فقط مستشفى لتقديم خدمات صحية، وإنما هي مؤسسة طبية وأيضا بحثية. لذلك رؤية المؤسسة أنه فتح علاقات مع جامعات عالمية ومع مؤسسات بحثية عالمية لتطوير المجال البحثي في العراق، في وارث وفي العراق خصوصا، بما يقدم خدمة كبيرة لتطوير الجانب الصحي، أي أنه توظيف الجانب البحثي لتطوير الخدمات الصحية في مؤسسة وارث. هذا رؤية المؤسسة. فبدأت أول الاتفاقيات مع جامعة ليفربول، أول مشروع هو مشروع العراق للرئة الصحية، وستتوالى مشاريع أخرى إن شاء الله مستقبلية. يعني جامعة ليفربول هي اليوم جامعة عالمية رصينة في هذا المجال، يعني فائدة الملقاة لمؤسسة الوارث من خلال هذا الاتفاق، يعني شنو اللي راح تقدم لنا جامعة ليفربول لمؤسسة الوارث من ناحية الحداثة، من ناحية الخبرة العلمية؟ بخصوص جامعة ليفربول وبخصوص مشروع العراق للهيئة الصحية، جامعة ليفربول هي كانت سباقة في مشروع مماثل اللي هو تقدر تسميه مشروع ليفربول لرئة صحية، وكان هذا نموذج بحثي استمر لمدة أكثر من 10 سنوات في إنجلترا، كان يقود الأساتذة استشاريين جون فيلد وديفيز. وحقيقة بعد أن انتهت النتائج للمشروع تمخذ المشروع عن نموذج تنبؤي، الآن تم إقراره في إنجلترا وتحول إلى مشروع وطني كامل، مشروع الكشف المبكر عن سرطان الرئة في المملكة المتحدة. على غرار هذا نفس التجربة راح أنه تنتقل إلى العراق بالاتفاق مع مؤسسة وارث. احنا الفكرة من المشروع حتكون الخروج بطراز تنبؤي، بحيث أنه نستطيع تنبؤ ظهور المرض في مراحل مبكرة. الفائدة حتكون فائدة للمواطن كبيرة جدا، بدل أنه نشخص المرض في المرحلة الثالثة أو المرحلة الرابعة، راح يكون عندنا الإمكانية بتشخيص المرض في المرحلة الأولى. طريقة العلاج تختلف، نسب الشفاء جدا حتختلف، جدا حتكون عالية، بالإضافة إلى كلف العلاج راح تكون جدا قليلة مقارنة باستخدام الأدوية الحديثة، الأدوية المناعية والموجهة اللي حاليا تستخدم بالمراحل المتقدمة للمرض. فالمشروع على المدى البعيد سيكون ذا فائدة سريرية، ذا فائدة للمواطن، بالإضافة إلى تقليل الكلف الاقتصادية اللي يتحملها المواطن أو تتحملها الدولة أو تتحمل المؤسسات الطبية في توفير الخدمات الصحية لمرضى السرطان في المراحل المتقدمة. بالإضافة إلى هذا، مشروع العراق للرئة الصحية سوف يقوم بجمع العينات البيولوجية، وبالتالي أيضا من ضمن الطراز التنبؤي سوف يتم الكشف عن جينات معينة
تكون موجودة في المجتمع العراقي. هذه الجينات حتعطينا أيضا تنبؤ لاحتمالية حدوث سرطان الرئة في المستقبل. كل هذه الأمور هي راح تكون مساهمة لتنبؤ ظهور المرض في مراحل مبكرة. نعم أحسنت دكتور، شكرا لكل هذه المعلومات. نعم زميلتي كما تحدث الدكتور هذه كل التفاصيل حول هذه الاتفاقية. نعم نعم أحسنت ليت، شكرا جزيلا لك ولضيفك الدكتور فواز، شكرا لهذه المبادرة الجميلة وللمعلومات اللي زودنا بها، ونسأل الله التوفيق لهذه المؤسسة الرصينة والعريقة. شكرا لك.